سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وطبعة جديدة من سكرتير التحرير وجولة في الصحافة المصرية والعالمية. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين عبدو. أهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ مجاهد. كما انضم إلينا من نيويورك مراسلنا الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى الحسيني ليطلعنا على أبرز ما تم تناوله في الصحف الأمريكية عن مصر. أهلا بك مصطفى. أهلا بكم. لو بدأنا في المحور الأول ما اهتمت به الصحافة الأجنبية والمصرية هو تغيير مدير جهاز المخابرات. النيويورك تايمز كتبت الرئيس المصري يغير رئيس المخابرات. مصطفى لو أطلعتنا عن تفاصيل هذا الخبر. بالفعل نيويورك تايمز جريدة نيويورك تايمز نشرت خبرا تحت عنوان الرئيس المصري يقوم بتغيير رئيس المخابرات. في نص الخبر أشارت الصحيفة إلى قيام عبد الفتاح السيسي بإقالة معلمه السابق صاحب النفوذ الكبير داخل قطاع المخابرات وهو اللواء محمد فريد التوهم رئيس المخابرات العامة بداعي القلق على صحته. لكن الجريدة شككت في الأمر موضحة أن هذا يعتبر بمثابة استفزاز داخل الحكومة. كما أشار الخبر إلى أن رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء خالد فوزي هو من أنصار نظرية الأمن الوطني المتشدد مع وجود مساحة صغيرة للحريات والحقوق الفردية بالنسبة للمواطنين المصريين. وأكدت الجريدة أن إجراء أي تغيير صغير في إدارة المخابرات المصرية يعتبر ملحوظ ومهم باعتبار أن منصب رئيس المخابرات المصرية من أقوى الشخصيات في مصر منذ عهد جمال عبد الناصر عندما أنشأ جهاز المخابرات العامة منذ حوالي 6 عقود مضى محولا إدارة أداة المخابرات إلى قوى سياسية مميزة. ده وصف لجهاز المخابرات في عهد جمال عبد الناصر. كما أكد الخبر أنه بغض النظر عن أسباب إقالة التهامي إلا أن مغادرته لمنصبه جاءت بعد فشل محرج جدا للمخابرات المصرية بعد نشر إحدى وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي مؤيدة لمرسي عفوا لمكالمات سرية مسجلة في وزارة الدفاع بتدور حول أسلوب تنحية مرسي عن حكم مصر عام 2013 في إشارة طبعا للمكالمات السرية المسربة أخيرا. كذلك هناك خبر آخر كان يتم الإشارة ليه في عديد من وسائل الإعلام الأمريكية حيث نشرت نيويورك تايمز أيضا خبر بعنوان تسليم طائرات الأباتشي توضح تحسن العلاقات الأمريكية. طيب أستاذ مصطفى احنا هنتكلم عن الخبر الآخر لكن دعنا ننتقل إلى الصحافة المصرية في هذا الخبر أيضا. فجريدة الجمهورية على الصفحة الأولى كتبت فوزي يؤدي اليمين قائما بأعمال رئيس المخابرات والصورة توضح خالد فوزي وهو يؤدي اليمين ويده على المصحف أمام السيسي. اليوم السابع تكتب أيضا في الصفحة الأولى صائد الجواسيس رئيسا للمخابرات خالد فوزي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس ومنح وسام الجمهورية لفريد التهامي وإحالته للمعاش. وفي اليوم السابع في الصفحة الخامسة ملفات شائكة على مكتب مدير المخابرات الجديد سيناء الملف الفلسطيني الأزمة المصرية التركية العلاقات مع قطر الوضع في ليبيا وسوريا. اليوم السابع أيضا نقرأ عن الأسوشيتد بريس فريد التهامي كان أحد كبار الصقور في إدارة السيسي التغيير يعني رغبة في ضخ دماء جديدة للتعامل مع الوضع الأمني. روزا اليوسف قرارات الرئيس ترعب تل أبيب تعيين اللواء فوزي وعودة العلاقات المصرية القطرية أربكت الحسابات الإسرائيلية. التهامي إقالته جاءت لأسباب صحية وخليفه مسؤول عن فضح قضايا التجسس بعد الثورة. جريدة التحرير هل بدأ السيسي الثورة على نظامه؟ الحالة الصحية أعلنت كسبب للمعاش لكن التهامي لم يطلب إعفاؤه. خالد فوزي تولى منصب مدير المنطقة الشمالية والغربية بالمخابرات وكان رئيسا لهيئة الأمن القومي وهو صاحب ضربة الجاسوس الإسرائيلي إيلان جبريل. وفي جريدة الوفد الصفحة الأولى خالد فوزي الرئيس 20 للمخابرات العامة صائد الجواسيس. أستاذ عز رأي حضرتك في تناول الإعلام طبعا اهتمام كبير في الصحافة المصرية لهذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالفعل يعني هو الخبر الأبرز تحت في الترتيب يعني يعتبر تحت زيارة السيسي للصين يعني بيحتل طبعا مساحة كبيرة جدا لأنه يعتبر حدث مهم بالنسبة لمصر وبالنسبة للوضع الحالي. لكن الحقيقة هو شكل التناول هو اللي فيه شوية يعني لينا عليه شوية ملحوظات. أولا بيتم التعامل مع المسألة باعتبارها يعني خطوة سياسية جيدة وخطوة على الطريق الصحيح وضخ دماء جديدة بالضبط وتطوى صفحة التهامي وتفتح صفحة خالد فوزي دون أن يعني يتطرق الإعلام أو يسأل أو يتساءل عن الأسباب التي من أجلها
تم إقالة التهامي أولا، خصوصا في الظروف الشائكة اللي احنا بنعيشها، وعلى خلفية التسريبات اللي اتسربت من مكتب وزير الدفاع في الأيام اللي فاتت. لكن قيل أنه لظروف صحية لحقت به خلال الشهرين الماضيين. ده حقيقي، لكن هو كان في السعودية من قريب وكان في زيارة رسمية والتقى ببعض المسؤولين هناك ورجع، ونعتقد أنه بدأ يمارس حياته بشكل طبيعي. وفي كلام اتقال أنه هو عمل عملية تغيير مفاصل ومش عارف إيه في العظام والكلام ده، لكن في النهاية رجل مخابرات في مصر يعني دوره حساس جداً وموقع مهم جداً، وأعتقد أن ممارسته العمل وملهاش علاقة بوضعه الحركي. إذا كانت حالته الصحية ذهنيا هي اللي لا تسمح بالعمل ممكن ساعتها يتغير، لكن لو هو ذهنيا سليم أعتقد أن أي إعاقة تانية ممكن تجاوزها، خصوصا في المرحلة اللي احنا فيها، لأن يعني المرحلة حساسة شوية. الحقيقة بس أنا عايز أتكلم على أن في تشابه كبير جدا في الصورة بين صورة حلف اليمين في خالد فوزي وبين الصورة اللي شهد أقسم فيها اليمين رئيس جهاز المخابرات في عهد الرئيس محمد مرسي اللي تم تعيينه رأفت شحاتة اللي تم إقالته علشان بعد الانقلاب وتعيين التهامي. نفس الصوره بنفس المنظر بنفس الوضع، وانا اذكر يعني بعض التعليقات اللي هي فكره وضع ايده على المصحف، يحط ايده على المصحف والكلام ده لبعض المحللين العسكريين. بالظبط، بعض المحللين العسكريين وقتها قالوا وقت الدكتور مرسي وقت الرئيس محمد مرسي قالوا انه ده يعني شكل من اشكال الدوله الدينيه وان احنا دي مقدمات والكلام ده، وهو نفس اللي بيحصل النهارده. ربما ده يبقى شيء جيد ان حد يحلف على المصحف ويبقى القسم، لكن الاهم من الشكل العام للصوره هو انه فعلا يؤدي حق القسم اللي بيلقيه امام العامه مش بس امام الرئيس. الحقيقه عنوان التحرير في الصفحه الخامسه بيشير الى كلام الكاتب محمد حسن هيكل الذي قال لا يجب على السيسي ان يثور على النظام. فالتحرير جعلته سؤال، هل بدأ السيسي الثورة على نظامه؟ وتكلم ان التهامي لم يطلب اعفائه، ما طلبش ده، وان خالد فوزي تولى المنصب. نعم. وتكلم عن بعض مآثر خالد فوزي اللي هو موضوع إيلان جبرايل او جرابيل اللي نعم. هو الجاسوس اللي اتمسك في اثناء الثورة المصرية في 25 يناير. نعم. المهم في المسألة ان هذا الجاسوس اللي قيل ان هو اتمسك وان خالد فوزي هو صاحب هذه البطولة العظيمة، محدش بيتكلم النهاردة إيلان ده راح فين. إيلان صدر كان مفترض ان يصدر في حقه حكم ويحاكم، ولكن في صفقة كده سرية تم تبادله، يعني تم إعادته لإسرائيل معزز مكرم والإفراج عن 25 هناك حصل عملية والإفراج عن 25 مصري كانوا يعني بيتسللوا للأراضي الفلسطينية أو يعني تهم كلها كلام عادي، وإن وده كان يعني موقف ممكن يستخدم سياسيا بشكل قوي جدا يجيب مكاسب سياسية لمصر، لكن مع شديد الأسف لما يستبدل بخمسة وعشرين ودون أن يستخدم حتى في تقوية موقف القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة في ذلك الوقت، أعتقد أن ده كانت سقطة كبيرة جدا. والملاحظ أن كل الجواسيس اللي اتمسكوا في مصر، الجواسيس الإسرائيلي اللي اتمسكوا في مصر لم يحاكموا باستثناء عزام صدر في حقه حكم ولم يستكمل المدة وتم برضه إعادته لإسرائيل. فأعتقد أن دي مش بطولات ينفع حد يتكلم عليها، يعني مع شديد الأسف بطولات ناقصة أو بطولات زائفة. الشيء بقى اللي احنا بنتكلم عليه في موضوع اللي هو بدأ يعني يثور على نظامه أو أنه هو يبتدي يتخلص من بعض الأركان، أعتقد أن موضوع التسريبات كان ضربة قوية، ربما يكون السيسي كان له دور في تسريبها علشان يجد ذريعة لهذا الأمر، ربما خرجت بدون علمه ولأنها خرجت من مكتبه، لأن في النهاية هو وقتها كان وزير الدفاع، ووزير الدفاع بتصله كل هذه التسجيلات وكل ما يتم يعني إنتاجه من خلال المخابرات سواء بالتجسس أو بغيره بالصوت والصورة أو بالفيديو أو بأي شكل كان، في النهاية بيصب في مكتب وزير الدفاع لأن هو بيقود هذه المسألة، ورئيس المخابرات هو أحد أذرع وزير الدفاع في هذه العمليات. فأعتقد أنه ممكن يكون بالفعل وجد الذريعة اللي بيها يتخلص من بعض الأركان، خصوصا أن يعني بدأنا نلحظ على الساحة تحركات غريبة، وبدأنا نلاحظ يعني زي ما بيقولوا كده حرب أنظمة أو حرب أجهزة داخل النظام بدأت تتحرك ما بين المجموعة اللي بتوالي السيسي بشكل مباشر وبين مجموعة تانية بدأت تنقلب أو تستشعر أنها مش بتستفيد زي ما كانت بتظن لما سندته في الانقلاب. لو انتقلنا إلى محور آخر نبدأ من اليوم السابع الصفحة السادسة التي كتبت مصادر خليجية قمة مصرية قطرية في الرياض قريبا لفتح صفحة جديدة بين البلدين. جريدة الوفد قمة المصالحة المصرية القطرية في الرياض قريبا وسيسي يبدأ اليوم زيارته للصين وعلاج العجز التجاري يتصدر المباحثات. الأهرام الصفحة الأولى قمة مصرية صينية في بكين غدا السيسي وبينج يوقعان غدا وثيقة شراكة.
جريدة الجمهورية الصفحة الأولى، السيسي يبدأ زيارة تاريخية للصين، 4 لقاءات مهمة مع كبريات الشركات الاقتصادية والسياحية. أما في نيويورك تايمز الأمريكية كتبت تسليم طائرات الأباتشي توضح تحسن العلاقات الأمريكية المصرية، ونبدأ من نيويورك تايمز مع الأستاذ مصطفى الحسيني. بالفعل نيويورك تايمز نشرت خبرا بعنوان تسليم طائرات الأباتشي توضح تحسن العلاقات الأمريكية المصرية. في نفس الخبر ذكرت الصحيفة أن مصر استلمت الأسبوع الماضي 10 طائرات أباتشي من الولايات المتحدة، كما أشارت الجريدة إلى تصريح أحد المسؤولين المصريين بأن ذلك علامة على زوال التوتر بين البلدين وتعاون الدولتين لمواجهة الإسلاميين في المنطقة، مقصود يعني الإسلاميين المتطرفين. كما ذكر الخبر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أبريل الماضي أنها سترفع الحظر الذي فرض العام الماضي على طائرات الأباتشي بعد سيطرة الجيش على الحكم والإطاحة بمرسي ومؤيديه. كما أشارت الجريدة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستقوم بتسليم الطائرات لمصر لدعم حربها ضد الإرهاب، حيث تحارب مصر تمرد الإسلاميين في سيناء قرب حدود غزة وإسرائيل. وأكد الجريدة في ختام المقال على أن هناك علامة أخرى على توطيد العلاقات بين مصر وأمريكا، وهي وصول السفير الأمريكي الجديد إلى مصر يوم الخميس الماضي، حيث غادر السفير السابق منذ عام من مضى. نعم. إذن تم تسليم طائرات الأباتشي 10 طائرات لمصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا علامة على تحسن العلاقات الأمريكية المصرية. وكان دائما لسان حال الحكومة المصرية أن هذه الطائرات للتعامل مع المتطرفين حسب قولهم في سيناء، وبالفعل قامت الأباتشي يعني بعدد من العمليات، أو يعني استخدم الجيش عدد من العمليات بطائرات الأباتشي في سيناء. ده حقيقي. أنا بس كنت عايز يعني عطفا على كلام الأستاذ مصطفى في الموضوع اللي بيتحدث عن الملفات الشائكة على مكتب رئيس الجهاز، بنتكلم عن سيناء وعلى الملف الفلسطيني ومصر وتركيا والعلاقات مع قطر والوضع مع ليبيا. أولا إسرائيل لم تذكر إطلاقا، مع أنها هي الدولة العدو الوحيد، مش الدولة طبعا، هي الكيان العدو الوحيد بالنسبة لنا احنا كمصريين الآن، بيتم تجاهل هذا تماما ولا يطرح على ملفات رئيس جهاز المخابرات اللي هو بيتكلم عن بطولاته هو اللي جابته رئيس جهاز، انه كان بيقبض على او بيكشف. لكن لربما انها من المعلومه بالضروره يعني ان اسرائيل دوله، يعني ان اسرائيل هي العدو وان التعامل معها لابد ان يكون معلومه من السياسه بالضروره، يبقى معلومه من الملفات الشائكه بالضروره. ده رقم واحد. رقم اثنين، فين امريكا؟ يعني هم قعدوا يتكلموا على ان امريكا عدوه وان هي بتحاول انها تفشل النظام وانها بتساند الاخوان والكلام ده كله، ليه ما اتحطتش هي كمان من ضمن الملفات؟ واعتقد كانت هي الاولى من الحديث عن ازمه مع قطر او ازمه مع تركيا. فيما يخص قطر، ما ورد من الأخبار في اليوم السابع في الوفد عن فكرة عبر مصادر يعني أن هناك قمة مصرية قطرية قريبا في الرياض، وإن كان المبعوث القطري لمصر نفى أن يكون تم الحديث عن قمة مصرية قطرية يعني يمثل فيها يعني الزعيمان أو القائدان أو الرئيسين. الحقيقة ربما ده يكون صحيح، لأن في النهاية الأمور اللي زي دي لا يتم إعلانها بشكل سريع أو سلس، خصوصا أن المسألة لسه في مهدها. لو احنا بنتكلم عن مصالحة هنا في قطر، كان وزير الخارجية كان له تصريح شهير وقال أن احنا ما عندناش خلاف علشان يبقى يتبعوا مصالحة، ولكن في واقع السياسة يعني هذا الأمر يبدو أن في شيء من يعني المناكفة أو الخلاف السياسي نوعا ما، اللي كان بيحصل زي كان يعني بيحصل بعض المواقف مع السفير القطري مثلا في مصر وموضوع تفتيش والكلام ده، وكان يعني شوية حاجات بتتبادل. لكن السعودية هي بالفعل بترعى هذه المساعي، هي اللي بتحاول قدر المستطاع، حتى أصدرت بيان من فترة هو اللي كان على إثره بدأت تتحرك الأمور. يعني نأمل أن ده يكون في خير للبلدين، يعني ما نحبش إطلاقا يكون فيه أي خلافات بين مصر وأي بلد تانية سواء قطر أو أي بلد أخرى، ولكن أهم شيء أن مصر تستثمر هذه المصالحة بشكل إيجابي وجيد ولا يعود بأي شكل سلبي على أي طرف من أطراف العملية السياسية داخل مصر. وأن الإعلام أيضا يلتزم باللهجة الإعلامية أو يستعيد رشده في التعامل مع هذه المسألة، وأنه يتناولها بشكل مؤدب ولا يستعيد أو لا يستخدم الألفاظ التي كانت تحسب عليه أخلاقيا فيها تجاوز في حق كل الأطراف السياسية. طيب القمة المصرية الصينية وسفر السيسي لبكين غدا والاجتماع في مع كبريات الشركات الاقتصادية والسياحية من ضمن أهم الملفات الموجودة على جدول أعمال السيسي.
ده حقيقي بالفعل، ولكن انا يعني في حلقه سابقه اشرت الى ان الرئيس محمد مرسي لما كان في زيارته للصين، وهي الزياره الوحيده اللي قام بها لكنها كانت مثمره جدا وانتجت يعني العديد من العقود والاتفاقيات، كان جزء منها شركه كبيره اعتقد اسمها بيبا، كانت هتعمل شغل كبير جدا في اقليم قناه السويس او الجزء الخاص بقناه السويس، وتوقف كل ده طبعا بعد الانقلاب. وانا يعني عايز اقول للناس وعايز اقول للاعلاميين المراقبين اللي عايزين يعني يطلعوا لنا معلومه حقيقيه، راقبوا المنتج اللي هيرجع به السيسي من الصين وقارنوه بالمنتج اللي رجع به الرئيس محمد مرسي لما كان في الحكم من الصين، وشوفوا هل نفس هل بيعيد نفس المكتسبات ونفس الاتفاقيات اللي تمت من قبل، وبالتالي يكون سطوه على ما حققه الرئيس الشرعي المنتخب الرئيس محمد مرسي، ولا يعني هل ممكن يستطيع أن يقدم جديد من خلال هذه الزيارة؟ إحنا من أكثر من يومين أو ثلاثة كنا بنتكلم عن افتتاح مطار الغردقة، ومطار الغردقة تم افتتاحه بالفعل وقت رئيس الوزراء هشام قنديل وقام بافتتاحه، وقعد نفتحه مرة أخرى عادي يعني أو أستاذ عز يعني. ربنا يستر. طيب نتحدث عن كيف اهتمت الصحافة المصرية بالانتخابات التونسية، وسنأتي بنموذج من اليوم السابع التي كتبت إحباط محاولة لاغتيال السبسي قبل إعادة انتخابات الرئاسة. كذلك أيضا جريدة المصري اليوم التي كتبت تونس تستكمل الانتقال الديمقراطي بجولة الإعادة. طبعا في هذا التوقيت ونحن على الهواء يعني هناك عملية رصد لعمليات الفرز الأصوات الخاصة بهذه الانتخابات. يعني سينضم إلينا أو معنا ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة التونسية الصحفي رشيد الجراي. أهلا بك أستاذ رشيد، يعني لو تطلعنا عن ما ورد في الصحافة التونسية أو ما سيورد في الصحافة التونسية عن هذه الانتخابات وكيف تم تناولها، وتطلعنا أيضا على آخر النتائج حتى الآن الغير رسمية. نعم بالفعل، الهيئة العامة للانتخابات عقدت منذ قليل مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن نسبة المشاركة التي بلغت حوالي 59.04%، يعني بتراجع حوالي 3 نقاط عن الدور الأول للانتخابات الرئاسية. الصحافة التونسية تتابع كل تفاصيل العملية الانتخابية والنتائج لحظة بلحظة، وتنشر بعض استطلاعات الرأي والنتائج صبر الآراء. جريدة الشروق اليومية التونسية تحدثت في موقعها الإلكتروني عن تقدم البلجيقات السبسي رئيس حركة نداء منافسه المنطقي بحوالي 10 نقاط نقلا عن شركات صبر الآراء. صحف أخرى ومواقع إلكترونية أخرى من بينها موقع الصدى الإلكتروني في تونس تحدث عن وجود عدة خروقات أو ما يسمى بأوراق الدوار خارج مراكز الاستطلاع في محافظة المهدية وسط تونس. نعم رشيد، لو أريد أن أسألك عن الخبر الذي ورد في اليوم السابع في الصحافة المصرية عن إحباط محاولة اغتيال السبسي، هل بالفعل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال أم لا؟ نعم، هي عديد مواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المحلية في تونس تحدثت ليلة البارحة عن أخبار مفادها محاولة اغتيال رئيس حركة نداء تونس البلجي قايد السبسي وممثلهم الانتخابات الرئاسية قبل قليلة من عملية الاقتراع، لأن نائب رئيس حملته سند هذه الأخبار في تصريحات إعلامية. المراقبون والمحللون في تونس هنا تحدثوا عن ما يسمى بالحرب النفسية أو القبلة والإشاعات التي تعمد بعض الأحزاب السياسية وبعض المرشحين في مثل هذه الانتخابات لإطلاقها لكسب تعاطف الناخبين وبالتالي كسب مزيد من الأصوات. وبالتالي فإن ما روج من أخبار وما تناقلته من وكالات أنباء عام من الصحة. نعم، يعني إذا هذا الخبر غير صحيح بالمرة. نعم هذا الخبر غير صحيح بالمرة، ويصب وفق ما يقول مراقبون هنا في تونس في خانة كسب تعاطف الناخبين وما يسمى بالرجة النفسية قبل عملية الاقتراع. طيب سؤال أخير أستاذ رشيد، يعني إلى أين يتجه أصوات التونسيون، هل إلى أو المؤشرات هل إلى السبسي أم إلى المرزوقي؟
نعم، كما ذكرت مختلف نتائج صدر الآراء واستطلاعات الرأي، وحتى 25% الأولى من فرز الأصوات التي تردنا الأخبار عنها من مختلف المحافظات تشير إلى تقدم مرشح حزب نداء تونس الباجي قائد سبسي بين 4 و5 نقاط، في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية يوم غد من قبل الهيئة العامة للانتخابات. لكن إلى حد اللحظة مرشح حزب نداء تونس يتفوق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية. الكاتب الصحفي التونسي رشيد الجراي، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة معنا واستعراض هذه الأخبار عن الانتخابات التونسية. إذن الخبر الخاص بيوم السابع بيقول أنه عالم من الصحة، وتم تداوله في وسط يعني الحرب الإعلامية بين كلا المرشحين. بس دي صدمة كبيرة جدا في مرشح يعني مفترض أنه هو يعني شخصية يعني حكومية ثقيلة يعني مسؤولة. يعني الحقيقة أنا اتصدمت، أنا كنت طبعا متصور أن ده اللي هتحسمه وزارة الداخلية، وأنا كنت أتمنى نسأل الأستاذ رشيد لو كان وزارة الداخلية علقت على الأمر ده أو أصدرت بيان بهذا الشأن أو لا، لأن الخبر بيقول أن أجهزة الأمن هي اللي أحبطت المحاولة. إذن أجهزة الأمن هي القادرة على حسم هذا الأمر في بيان وتصدر البيان النهائي، لكن واضح أن بالفعل حالة الخصومة السياسية وصلت لمرحلة تشويه الطرف الآخر وإثارة الذعر والاختلاق الأمور اللي زي دي. لكن الواحد ممكن يختلق مشكلة، يختلق يعني أي حاجة تانية غير إن هو يقول إن أنا تعرضت لمحاولة اغتيال. ده أولا بيشوه صورة نفسه، بيحاول يشوه صورة الطرف الآخر، وإذا كان ده لسه إحنا النهاردة في يوم الانتخابات فده يعني نذير شؤم جدا على الثورة التونسية. وأنا أعتقد إن الخبر ده لما ينتشر بين التونسيين الشرفاء الحقيقيين ويعلموا يعني إن هذا رجل مرشح لرئاسة الدولة بدأها بهذا الفعل وهو لسه مرشح، أعتقد ده نذير شؤم، ويعني واضح إن لازم الدفة تتغير في اتجاه الآخر. طيب فيما يخص الانتخابات المصرية، اليوم السابع تكتب على الصفحة 9: الدعاية الانتخابية تملأ شوارع المحافظات قبل فتح باب الترشح للبرلمان. أحمد عز يقسم المنوفية بين القوى السياسية والحزبية وكبار العائلات بمقعد السادات وأعضاء الوطني، وبعض العائلات الكبرى تساند مهندس الحزب المنحل. جريدة المشهد الأسبوعية: العائدون من جحور فساد المخلوع، صراع بين الولاء السياسي والخلفية العسكرية للنظام، هل هم رجال السيسي أم لعبة مصالح مشتركة؟ يعني هذه نماذج من الأخبار أستاذ عز، وربما المشهد أفرد الأمر يتحدث عن عودة النظام القديم، وهل هو سيكون رجال السيسي أم مصالح مشتركة أم غير ذلك. هو الحقيقة يحسب لصحيفة المشهد أنها طرحت السؤال بمنتهى المهني، لأن هي حطت إيدها على السؤال الحقيقي. هم العائدون من جحور الفساد ده حقيقي، وفساد المخلوق له مبارك، رجال السيسي أم لعبة مصالح، يعني هل هم كانوا رجاله بالفعل فهو هيستفيد منهم، ولا المسألة مسألة هات وخد. ولكن اللي هيحسم المسألة ديت على الأرض الآن في الظروف اللي احنا شايفينها وبالنظام الانتخابي اللي موجود جديد وقانون الانتخابات الذي تم إقراره، هتلاقي ان اللعب الرئيسي على الساحة ليس الناخب فقط، مش تقريبا الناخب هيبقى دوره مؤخر، اللي هيبقى اللعب الرئيسي هو المال والسلطة والعصبية القبلية اللي هتحكم بعض العلاقات والتربطات. ما ده كان موجود في الانتخابات الماضية، يعني مش الماضية، المال لحد انتخابات 2010 تحديدا، يمكن كان ما قبل 2010 كان يعني بشكل أوقع من كده. 2010 طبعا تم تزويرها وتسويدها بشكل علني ومفضوح، وده اللي كان أحد أسباب ثورة يناير. لكن إحنا كده عدنا لما قبل 2010 تقريبا، عدنا لانتخابات 2007 بتاعت مجلس الشورى، و2005 و2000 و10 بشكلها الفج، بشكلها اللي يعني سواء دائما في الانتخابات استاذ عز المال له نصيب، السلطه لها نصيب، أيوة، القبليه والعائلات لها نصيب. شوف ده كان بيحصل في ظل وجود قانون انتخابات افضل من اللي موجود، وكان في نظام انتخابي افضل من اللي موجود، وكانش فيه، كان زمان ما كانش فيه الفردي والقائمه والكلام ده، كان في حد 2010 كان كل نظام فردي. وبعد 2010 بعد في دوائر حسمت بالمال، بعض الدوائر حسمت بالمال وبصرف الكثير، المال القبائل ايضا رئيسي. القبليه تفعلت في ده الامر حقيقي، ولكن القوائم تحديدا المال لا يتحكم فيها بصوره كبيره، لان في النهايه القائمه بتجيب ناس تانية. لكن اللي حاصل دلوقتي موضوع القائمه المطلقه ده، ان القائمه اللي هتدعم بالمال ولما تكسب هتاخد الباقي لحسابها، يعني هو هيبقى في ايده انه يغير كل حاجه حتى لو كان على غير هوى او مراد الناخب اللي راح ادلى بصوته، وده يعني ابتزاز رخيص جدا للمصريين وللناخبين، وده بينذر ان احنا هيبقى عندنا برلمان زي برلمانات بتاعه موافقه وكان الله بالسر عليه.
لو انتقلنا إلى محور آخر وهو محور الاقتصاد، المصر اليوم تكشف بالمستندات سرقة البترول العربي لصالح تركيا وإسرائيل، ناقلات يونانية من ميناء تركي تنظيم إرهابي والنهاية في خزائن تل أبيب. جريدة التحرير: بوادر أزمة النفط تراكم، 2 تريليون دولار خسائر الأسهم في العالم. تحولت مؤشرات الأسهم حول العالم إلى اللون الأحمر نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني. روزا اليوسف: البورصة تنهي تعاملاتها على صعود جماعي والأسهم تربح 9.5 مليار جنيه. جريدة الوفد: الإحصاء 70.9 ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر. جريدة الوفد: بعلم الوزير شركات الكهرباء تنصب على المواطنين، 35 مليون مشترك يتحولون إلى ضحايا بسبب عشوائية الفواتير. طبعا موضوع الفواتير بتاع الكهرباء دي يا أستاذ عز حدث ولا حرج، يعني في ناس، يعني أحد الفنانين نشر على الفيسبوك عنده إن كان بيجيله 9 جنيه جاله أظن ما يتعدى 3000 جنيه مع ان استهلاكه هو يعني. ده انت بتتكلم عن فنان، ما بالك بقى بالناس العاديه اللي مستوى الدخل عندها يعني لا يزيد عن اقل من دولار في اليوم او يمكن اقل من كده على مدى اطول. الحقيقه بس الكلام عن سرقه البترول العربي لصالح تركيا واسرائيل والكلام المطاط المفتوح الكبير هو تحقيق هم بيقولوا بيه مصر اليوم تمام بشكل استقصائي، ما فيش اي مشكله، احنا يعني مش هنشكك ولا هنكذب، بس احنا بنقول لزملائنا في مصر اليوم رجاء كنتوا تعرضوا لنا شكل المستندات، صوره من زنكوغرافيه من المستندات اللي اثبتوا بيها هذه السرقه علشان تنوروا الراي العام العالمي، لان دي لو انت بتتكلم عن جريمه هذه جريمه عالميه. نعم. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا في تقديري ان اللي حاصل ده او الحديث ده دون تشكيك في كلام الزملاء الناشرين، الحديث ده بيغطي على الواقع اللي احنا شفناه بعينينا من بيع أو تنازل السيسي اللي أتى بانقلاب على رئيس شرعي منتخب، تنازل تماما عن ثروة مصر النفطية في البحر المتوسط باتفاق مع في موضوع ترسيم الحدود باتفاق مع اليونان وإسرائيل، واستثنى تركيا من هذه المسألة ودخلنا كده، يعني أصبحت الأجيال اللي جاية بلا ثروات، وإيه العائد محدش يعرف، يعني ده كان إيه ثمنه محدش يعرف، وهل ده تنازل بلا ثمن او بثمن اساسا برضو محدش يعرف. ده رقم واحد. رقم اتنين، بنتكلم عن ناقلات يونانيه وتركيا. اولا اليونان هو كان السيسي في اليونان او استضاف حد من اليونان والعلاقه كان في اليونان، ويعني ابرم معاهم اتفاقيات والكلام ده ودخل في شراكه ويعني استخدمها في مناكفه سياسيه مع تركيا. نعم. اعتقد ان لو كان عندنا بترول بيسرق فالأولى أن السيسي يستخدم هذه العلاقة ويرجع هذا البترول، ولو نتكلم عن بترول بيسرق بالفعل فالبترول اللي بيسرق من العراق وبيروح لأمريكا والإيران ده الأهم تسليط الضوء عليه، لأن ده بالفعل السرقة المفضوحة، وعندنا البترول في ليبيا بالفعل بيسرق ومصر أعتقد أنها تعلم ده وسيبه بيسرق، ويعني في زملاء كشفوا في تحقيقات استقصائية أن في ناقلة كورية جت في مرة خدت يعني شحنة ضخمة جدا والله أعلم مش عارف ودتها فين. المهم لكن الحديث ده كان حديث حقيقي، فين بقى البترول العربي، فين البترول المصري، فين الغاز المصري؟ احنا مش هنتكلم بقى على البترول العربي، احنا هنتكلم عن الغاز المصري خلصنا احنا كمصريين، اين ذهب؟ راح لإسرائيل برخص التراب، والنهارده احنا بنحاول نستورده وهنستورده بالسعر العالمي بالسعر الرسمي، يعني حتى إسرائيل مش هتتعامل معاك كجار او صديق او حليف استراتيجي، ده هتتعامل معاك على انك زبون طبيعي، يعني في قدامك زباين تانية، فلو مش هتاخد بنفس السعر هتبيعه لناس تانية، وكمان هتبيع نفس الغاز بتاعك هتبيعه الاردن، والاردن دلوقتي يعني بتلوح، بان لو احنا ما قدرناش بتلوح لشعبها طبعا كحكومه، لو ما اشتريناش الغاز الاسرائيلي ما حدش يلومنا على اي تقصير نقصره او اي دروبات تحصل في الاقتصاد. فاحنا لو هنتكلم على نفط الامه وعلى ثروات الامه اللي بتسرق، فاللي تنازل عنها هم مع الاسف حكام الامه والناس اللي تولت السلطه من عشرات السنين. طيب لو انتقلنا الى محور اخر وما ورد في الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين مصريين ان هناك قرابه 10,000 شخص تم احتجازهم هذا العام، وايضا في واشنطن بوست في موضوع اخر منظمات حقوق الانسان في مصر تسجل تحت قانون متشدد. لو بدانا بال 10,000 شخص تم احتجازهم استاذ مصطفى. طبق قيام السلطات المصريه باحتجاز ما يقارب 10,000 شخص استباحه في انهم اعضاء في جماعات مخربه واخرين متهمين بالمشاركه في اعمال عنف خلال الفتره الماضيه. كما ذكر الخبر قيام مسؤولون من وزاره الداخليه المصريه باعلان ان هؤلاء المحتجزين يقومون باعاقه تقدم مصر نحو اكتمال العمليه الديمقراطيه.
كما قالت الجريده بذكر بيان الحكومه المصريه بانها قد احبطت منذ العام الماضي حوالي 400 هجمه ارهابيه والقت القبض على مئات المشتبه بهم في الانضمام لخلايا ارهابيه. طيب بالنسبه للخبر الاخر الخاص بمنظمات حقوق الانسان استاذ مصطفى. منظمات حقوق الانسان بالفعل في مصر كانت تم ذكرها في جريده واشنطن بوست في نفس الخبر، ذكرت الجريده انه عده جمعيات معنيه بحقوق الانسان في مصر قد قامت بالتسجيل تحت قانون الحكومه المتشدد الجديد وهو القانون الخاص بالجمعيات الجمعيات الاهليه، وطبعا مقصود به جمعيات حقوق الانسان. وبينما اكدت الجريده ان العديد من الجمعيات قد صرحت بان هذه محاوله جديده من الحكومه لاسكاتهم، قامت جمعيات اخرى بالخروج من مصر هربا من هذا القانون، بمعنى انهم سابوا مصر وسافروا يشتغلوا من بره مصر. كما اشارت الجريده الى ان الحكومه قد هددت بمقاضاه الجمعيات الغير مسجله وفقا لهذا القانون. كما ذكرت الجريده بان الحكومه اكدت بان الجمعيات التي تتلقى مساعدات خارجيه ستتعرض لمساءله قانونيه، متجاهله بان هذه الجمعيات تعتمد في الغالب على تلك المساعدات الدوليه. نعم، شكرا لك استاذ مصطفى الحسيني على تواجدك معنا في هذه الحلقه وعلى هذا الاستعراض لاهم ما ورد في الصحافه الاجنبيه والامريكيه عما يحدث في مصر. شكرا جزيلا لك استاذ عز. لو انتقلنا لعدد من الاخبار الهامه، جريده التحرير على الصفحه الاولى كتبت مبارك خارج الاسوار بعد 30 يوم، وفي جريده المصري اليوم تتحدث على ان قاضي عمليات رابعه بيقول لن اتنحى وصفحتي على الفيس جميله، والنيابه تنعت المتهمين بالضلال ومندوب من السفاره الامريكيه يساند محمد سلطان. جريدة المصري اليوم تعزيزات أمنية حول الكنائس أثناء الاحتفالات بالمحافظات. وفي اليوم السابع الجامعات ترفع شعار الصلح خير مع الطلاب المفصولين بشرط التوبة. رئيس جامعة القاهرة وإن عادوا للتخريب فلن نعود للعفو، والأزهر نبحث التماسات الطلاب. وفي جريدة المصري اليوم مباريات الدور الثاني للدوري في حضور الجماهير، 10,000 حد أقصى لكل لقاء ومواجهات الأندية الشعبية بدون مشجعين. خبر كويس، يعني الدور الثاني في الدوري هيبقى فيه مشجعين 10,000 بس الأندية الشعبية بدون مشجعين. والله كويس، يعني الناس هتتبسط يا استاذ عز، يعني هتبدا بقى تروح تشوف الكوره وتتفرج على الكوره شوف هو يعني مع الاسف كثيرا ما تستخدم مباريات كره القدم في الهاء الشعوب عن يعني ليه، بس دي رياضه، يعني دي رياضه والناس عايزه تشجع وتشوف ده شيء كويس ومن حق الناس انها تفرح وتنبسط ويعني تخفف شويه عن الضغط النفسي اللي هي عايشه فيه، واحنا مقدرين ده جدا. ولكن برضو اتمنى ان ده يعني ما يكونش سبب او ذريعه او يعني كارت بيلعب بيه النظام او محاوله للفت انظار الناس عن قضاياها الرئيسيه، لان احنا في مرحله فاصله جدا من عمر مصر ومن عمر الشعب المصري. فالجانب الترفيهي مهم. التراس سواء اهلاوي او مصراوي او زملكاوي يعني ضغطه في فكره الحضور في المباريات اصبح خلاص يعني خلاص احضروا، لكن 10,000 يعني مثلا احد عمليه الثوره واحد العناصر المهمه جدا. احنا احنا ما بنستنكرش ده على حد، بس احنا بنقول للناس واحنا بنرفه ما نغوصش قوي فننسى قضايانا الرئيسيه، لان مستقبلنا ومستقبل بلدنا اهم بكتير. طيب رايك في موضوع من كتب التحرير مبارك خارج الاسوار بعد 30 يوم؟ خلاص مبارك اساسا خارج الاسوار من 30 سنه، يعني مش هيخرج ولا حاجه، هو اساسا ما دخلش عشان يخرج. ومبارك يعني زي ما كان محبوس في طوره يا استاذ عز، ما دخل يعني هو كان على الورق بس انه متسجل في طوره، لكنه كان طول الوقت في ما بين مستشفى القوات المسلحه او في المركز الطب العالمي مرفه ومرغد وعايش يعني حياه هنئه لحد ما صدر الحكم ببراءته، والشهداء هم اللي قتلوا نفسهم في الثورة اللي خرجوا ضده فيها. الحقيقة موضوع القاضي اللي لن يتنحى قاضي عمليات رابعة اللي هو المستشار ناجي، الحقيقة أنا يعني أنا مستغرب على أو مستغرب بيقولوا يعني الدفاع كان بيتكلم على إن صفحته على الفيسبوك كتب فيه آراءه، فأصبح في الآخر يعني له رأي يتماهى مع القضيه، فمن الافضل له ان يتنحى. فرجع قال لك لا انا صفحتي على الفيسبوك جميل بالظبط، وهو ده يعني شيء مضايق ليه، ده شيء اللي يدعو للاشمئزاز بصراحه. يعني القاضي ده مفترض ان هو عنوان العداله في مصر وفي اي ورق وفي اي وطن وفي اي بلد. لما يكون عندنا القاضي بهذه الصوره المفروض يفصل اساسا، مش نستنى لما يتنحى عن لكن مع شديد للاسف انت عايش في اجواء كلها استثنائيه
وعايش في اجواء كلها مبنيه على انقلاب دموي، فطبيعي جدا ان هذا النموذج من القاضي او من القضاه هو اللي يمثل النظام اللي موجود، واحنا صحيح النظام اللي عندنا ما هوش يعني طاهر قوي يعني، فاللي موجود دلوقتي طبيعي ده صوره طبيعيه جدا بيعكسها هذا الرجل لهذا النظام اللي هو بينتمي ليه. ولما يقعد يكتب ان هو يعني يقعد يشتم في خصوم في خصومه السياسيين من وجهه نظره اللي هم في قفص الاتهام اللي بكره الصبح يروح يعني يحكم عليهم يعني ده طبيعي جدا ما تستغربش. ولما شاب زي احمد دومه مع تحفظه الكامل على حاجات كتير كان بيعملها، ولكن انا ضد الظلم ايا كان، لما يساله بس لمجرد السؤال على صفحته على الفيسبوك فخبطه 3 سنين لإهانة المنصة طبعا. ويعني كلام الحقيقة بصراحة يعني يستفز الواحد، الواحد مش عايز يعني يخوض فيه أكثر. طيب من كده. الخبر الخاص بالتعزيزات الأمنية حول الكنائس أثناء الاحتفالات بالمحافظات، يعني شوف هي تقريبا خبر كل سنة بيحصل، الخبر ده كل سنة بيحصل ومع ذلك يعني كان بيحصل مشاكل كتير، مش عايز يعني بصراحة حاسس إن هو يعني لا يستحق الخوض فيه لأن ما تعرفش التفاصيل اللي ورائي، لكن ده بيحصل طبيعي. بس هو خبر كل سنة يعني كل سنة، من عشان كده بقول لك ده بيحصل خبر موسمي يعني بيحصل بشكل طبيعي، أنا لا أقدر أثني على ده ولا أقدر ألوم على ده، أصلا هي الكنيسة هي اللي بتحكم مصر دلوقتي، فوجود تعزيزات أمنية أكتر أو أقل فأعتقد يعني إن بس موضوع إحنا نتحفظ على هذا القول. تحفظ يا فندم، أنا يعني أنا لكن أنا هي فكرة التعزيزات الأمنية هي حاجة موسمية في كل احتفالات والله، تعزيزات أمنية حتى في احتفالات الأعياد. والتعزيزات الأمنية دي ما بتبقاش قدام المساجد ليه في الاحتفالات بتاعتنا؟ بتبقى موجودة في الأعياد، بتبقى موجودة الآن خالص ولا في حياتنا شفنا اي تعزيز امني قدام اي مسجد من المساجد، اللهم الا عشان يبوضوا على الناس اللي خارجه من المساجد، لكن عشان الحمايه بقى هو كده بيعزز فكره اقليه واكثريه وعنصريه وفتنه طائفيه، لكن لو احنا بنتكلم عن مصريين كلنا شعب واحد وحياه واحده اعتقد مش هيبقى في مساحه للموضوع التعزيزات. ف 2010 كان في تعزيزات قدام كنيسه القديسين ومع ذلك يعني تم تفجيرها بايدي العدل ورفاقه اللي طلعوا براءه والكنيسه بركت هذا الحكم على الاسف. طيب الخبر الخاص بالجامعات، يعني احنا دي لغه مختلفه دلوقتي، احنا كنا قدام لغه ليها علاقه بفصل الطلاب والان بيقولوا صبح خير يبدو والطلبه بس يتوبوا ربنا عز وجل وخلاص. وجابر نصار لا هو تقريبا التوبه هنا مش مشروطه انها لله، وان عادوا هي مشروطه للنظام، وان عادوا للتخريف فلن نعود للعفو. هم ما فصلوهمش عشان ما بيصلوش، هم فصلوهم عشان بيمارسوا سياسه، فلو كانوا مقصرين في الصلاه هيقولوا توبوا الى الله، لكن طالما بيخرجوا في السياسه يبقى عايزين التوبه تبقى للنظام ولرئيس الجامعه، علشان هو انا حاسس ان النظام دلوقتي في مأزق وبيحاول قدر المستطاع انه يعني يلملم شتات الاخطاء اللي وقع فيها في مواجهات مع فصائل هي اقوى منه مهما كان هو اللي معاه سلاح وهي معاهاش سلاح، خصوصا سلاح الطلبه. وانا قلت ان الطلبه هم يعني عنوان الفصل في اي ثوره، اما تنجح او تفشل بوجودهم من عدم وجودهم. ويعني المحاوله دي بس خطوه الصلح ده مش خطوه ايجابيه، يعني فكره ان الطالب برضو يفصل من الكليه ومن الجامعه لمده سنه او سنتين او نهائيا ده كلام ويتم القضاء على مستقبله، الان بيقول في صلح. لا هو مش هيقضي على مستقبله لو فصل سنه او سنتين، وده برضو مش تشجيع لانه يتقبل فكره الفصل، دي فكره ظالمه جدا، لكن هو لما ينزل يمارس حقه الطبيعي كطالب ويدلي برايه ويقول رايه ويتظاهر اعتراضا على مساله بتمس امنه او بتمس امن البلد، فمن حقه هو مواطن وهو الفاعل الرئيسي وهو في المرحله دي هو النخبه المقبله، فمن حقه انه يمارس الحق ده من غير ما يتعرض للفصل. فلما اجي افصله بعدين انا اقول انا عايز اجي اصلحه، فدي مش خطوه ايجابيه اطلاقا، بالعكس هذه الناس لكن لا تساوي. رئيس جامعه القاهره ما بيتكلمش عن الراي، بيتكلم عن التخريب، يعني بيقول وان عادوا للتخريب فلنعود للعفو، يعني هو مش بيتكلم عن الراي يعني مساحه الراي، هو بيقول ان هي مكفوله. يعني الطالب الثائر الحقيقي لا يخرب، اللي بيخرب هو النظام الفاسد اللي موجود اللي جاب رئيس الجامعه بهذه الطريقه، ولكن مش معنى ان انا افصله وبعدين انا الوح بكارت المساومه ها ترجع وتوب. رئيس جامعه القاهره منتخب ووصل الى رئاسه جامعه القاهره وقت الدكتور محمد مرسي. ده مين؟ جابر نصار. ما هو مع شديد الاسف ده كان من الاخطاء اللي حصلت في عهد الرئيس ده انتخابات ده وصل انتخابات. انا بقول لك دي من الاخطاء انتخابات كانت نزيهه. ماشي انتخابات جامعه القاهره كانت انتخابات نزيهه. الله يسامحهم اللي جابوهن. وهو مع كان احد المعاول الهدم اللي هدمت للاسف وكانت يعني مسمار في ظهر الرئاسه او النظام المنتخب يعني الرئيس محمد مرسي. نعم. في نهاية هذه الحلقة بشكر باسمكم جميعا الكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين عبدو، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة، إلى أن نلقاكم غدا في حلقة جديدة من سكرتير التحرير، لكم كل التحية وإلى اللقاء.